اسمح لي خليني ما نجبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم للقرآن أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك من اليوم الرابع من أسبوعنا الدعوي، أسبوع القرآن الكريم، وأسأل الله أن يجعله مجلس علم ونور، وأن يرزقنا جميعاً الإخلاص في القول والعمل. ويسرني أن أقدم لكم شيخنا الجليل عمر الفاروق عيسى حفظه الله. نشأ الشيخ منذ صغره على حب القرآن الكريم، فحفظه وأتقنه، وتوسع في علم القراءات بمختلف رواياتها الكبرى والصغرى، بل واطلع على القراءات الشاذة كذلك، وقد ترعرع في بيت علم وأدب ودين، حيث تلقى تعليمه الأول على يد والده حفظه الله، فحفظ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وكتبه بخط يده على الضبط العثماني. درس بعدها علوم النحو والفقه وأصوله، وعلوم القراءات وتحريراتها على يد مشايخ منطقته الكرام، وشارك في مسابقات دولية لحفظ القرآن وتجويده، وكان من بين الأوائل بفضل الله. واستكمل شيخنا دراسته الأكاديمية بكلية العلوم الإسلامية هنا في الجزائر، تخصص شريعة وقانون، كما واصل طلب العلم في الأزهر الشريف بمصر، فاستفاد من علماء كلا البلدين، ونال إجازات علمية متصلة السند بالنبي صلى الله عليه وسلم في العلوم النقلية والعقلية، وقد أسهمت مسيرته في نشر العلم، فأفاد من حوله داخل الوطن وخارجه، وأجاز حفظه الله عشرات من الطلبة في مختلف القراءات. ويستعد حاليا شيخنا لاجتياز مسابقات الدكتوراه، نسأل الله أن يوفقه ويبارك في علمه وعمله ويرفع قدره في الدارين. كي لا نطيل عليكم، عنوان درسنا اليوم إن شاء الله هو رحلة حافظ القرآن. رحلة حافظ القرآن من التثبيت إلى التجويد، نتعلم فيه كيفية الانتقال من حفظ القرآن إلى إتقان تجويده، وسنأخذ من خبرة شيخنا ما ينير لنا طريق هذه الرحلة المباركة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. مرحبا بكم جميعا في مدارسة يوم دراسي نتطرق فيه إلى بعض المباحث أو بعض التجارب التي مررت بها خلال دراستي للقرآن، ومنه أخذ يعني بعض أقتبس بعض الأشياء لأخبر بها الإخوة الكرام السائلين على حفظ كتابه سبحانه وتعالى، والراغبين في تعليم قراءاتي أو تعلم القراءات. وقبل تعلم القراءة تثبيت القرآن الكريم، عنوان المحاضرة أو اللقاء، وأنا إن شاء الله سأتكلم عن بعض الأمور ثم بعد ذلك أجعل لقاء مفتوحا من أراد أن عنده إشكال عنده شيء في كيفية المراجعة، إن لم أذكرها في المحاضرة سيتفضل بها وسأجيب عنها إن شاء الله. العنوان هو حافظ القرآن الكريم، أو رحلة حافظ القرآن الكريم من التثبيت إلى التجويد. حافظ القرآن
هذا العنوان رحلة حافظ القرآن. من هو حافظ القرآن؟ نحن لما نقول من هو حافظ القرآن، هل كل من ختمه قرأه من أول البقرة إلى الناس يسمى حافظا؟ هل من حفظ بعض السور دون بعض يسمى حافظا للقرآن؟ فمن حافظ القرآن؟ وهل حفاظ القرآن درجات أم هم في مستوى واحد فقط؟ سأحاول أن أبين أوضح من هو حافظ القرآن، فأقول إن حافظ القرآن ذاك الذي حوى القرآن في صدره بحيث يستطيع استظهاره في أي وقت من الأوقات، هذا هو حافظ القرآن. مفهوم هذا الكلام لما أقول إنه حوى القرآن من أوله إلى آخره بحيث إنه يستطيع أن يستظهره في أي وقت من الأوقات، إن شاء الله نائم وقال له الحاج قل اقرأ لنا سورة العنكبوت، قل بسم الله الرحمن الرحيم أيها الله وحسبه وأنت ماشي، هذا هو حافظ القرآن. ولا يمنع هذا من أنه يعني يراجع قليلا عندهم مسابقة مثلا، أو أنه حتى يثبت محفوظة، هذا لا يمنع. لكن الحافظ أقول ذاك الذي يحفظ القرآن أو يحوي القرآن من أوله إلى آخره في صدره بحيث يستطيع أن يقرأ من أي موضع في القرآن وفي أي وقت كان، هذا هو حافظ القرآن. يخطي أو لا يخطي كذا، هنا نقول إنهم يتفاوتون في الحفظ، فمنهم من لا يخطئ أصلا ورأينا ذلك، منهم من يخطئ أحيانا، فهم متفاوتون في درجة الإتقان، إلا أنه الحد الأدنى يستطيع أن يقرأ من أي مكان. حفظ القرآن هذا هذه المنزلة لا تستطيع أن تصل إليها إلا بطريق من الطرق، إلا أن تسلك طريقا معينا، هناك طرق لا بد أن تسلكها حتى تحوي القرآن في صدرك، حتى تقرأ من أي جزء أو من أي سورة طلب منك أن تقرأها في أي وقت من الأوقات. إن طرق حفظ القرآن أيها الكرام، لما نرجع إلى الصدر الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى القرآن عن جبريل، وكيفية تلقي القرآن من جبريل ذكرتها الأحاديث، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى خمسا وخمس، وذكر في رواية البيهقي وهناك طرق ضعيفة قال تعلموا القرآن خمسا خمسا، وكان حريص صلى الله عليه وسلم على أن لا ينسى، يحفظ فلا ينسى، وهذا موجود في القرآن سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك بحيث تحفظه فلا تنسى، أو أنه سنقرئك فلا تنسى أي إياك أن تنسى، هذا أيضا تفسير قيل به، وإن كان الأشهر سنقرئك ونثبته في قلبك فلا تنسى، فلا تنسى ما حفظته، هناك من يقول ربما فلا تنسى أي سنقرئك إياك أن تنسى، وهذه الكلمة نحتاجها بعد قليل نتحدث عنها، من حفظ القرآن فرط فيه حتى نسيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه ويحافظ، يعني كان حريصا جدا على أن لا ينسى، حتى طمأنه ربه قال أقرئك وأحفظك ولا تنسى، أنا أكفل لك الحفظ، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كفل له ربه حفظه فلا ينسى. نرى كذلك الصحابة الكرام، يعني كان دائمهم حريصين جدا على حفظ القرآن، وحفظ منهم الكثير، بل يعني تتجلى عنايتهم في أن خالد رضي الله عنه لما شغله الجهاد جاء إلى المصحف في آخر أيامه فقال ما شغلنا عنك إلا الجهاد، يتحسر
ما شغله يعني الفيسبوك ولا شغله يعني قال شغلنا عنك الجهاد أنه هو ذروة سلام الإسلام. كان يتحسر كثيرا، وكان أحيانا ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن قراءة القرآن أحب إلي من الصيام، فكان يدعو الصيام لأجل قراءة القرآن. فعندهم أن القرآن أو حفظ القرآن هو من أعلى يعني ما اهتم به الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهكذا كان الشأن في التابعين وتابع التابعين، بل حتى عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال مكث في مسجد الكوفة 40 سنة يحفظ الناس القرآن. ثم يقول ما أقعدني إلا هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه ما الحديث؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكانوا يحفظون. طيب، هذه يعني كيف عناية الصحابة بالقرآن؟ كانوا يحفظونه، بل واحد منهم إن لم يحفظه يتحسر لماذا لم يحفظه. والطريقة التي كانوا يحفظون بها 5 آيات 10 آيات وكذا، وهذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه كانوا لا يجاوزون 5 أو 10 آيات حتى يحفظونها ويحفظون ما فيها ويعملون بما فيها. تلقي القرآن أو الإنسان لا يستطيع أو لا يستطيع أن يحفظ القرآن إلا بأمور. الأمور هذه نحن قلنا إن الصحابة اهتموا بالقرآن، صح؟ واهتموا بحفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كفل له ربه حفظه، يعني بحيث لا ينساه. طيب، أنت لو أردت أن تحفظ القرآن حاليا، نحن نتكلم على وقتنا، أنت طالب صغير هذا أراد أن يحفظ القرآن، الطريقة التي يحفظ بها، هل نقول له احفظ 5 أو 6 وكان الصحابة هكذا شأنهم، أو يعني يحفظ صفحة واحدة أو كذا؟ أولا أقول قبل أن أقول لك احفظ أو لا تحفظ، لما يأتيك الطالب ويسألك ما الذي أفعله، قل له جدد نيتك أولا، يكون عندك عزيمة على حفظ القرآن. أول خطوة تخطوها العزيمة حفظ القرآن، وتجعل أسوتك هؤلاء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على أن يحفظ. فالعزيمة هي رافد من روافد السير في حفظ القرآن، هذه العزيمة الأولى. ثانيا لابد أن تجعل هدفا لحفظ القرآن. أنا عندك عزيمة، صح؟ عندي عزيمة. طيب كيف تحفظ؟ ما الهدف؟ تحفظه في 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ 5 سنوات؟ لا تقول خلاص أحفظ فقط، اليوم جاء الشيخ جيد، غدا لم يأتينا، بعد مشغول عندي كذا، أصحابي عندنا لقاء ذهبنا إليه، هذا لا يساعدك في حفظ القرآن. فلا بد أن يكون لك هدف معين، أنني في خلال 3 سنوات قبل انتهاء اللصاص سأحفظ القرآن. هذا هدف جعلته، هذا ليس في القرآن فقط، في كل الأشياء. يقولون ما الذي يمنعنا من تحقيق أهدافنا؟ لأننا لم نجعل غاية لأهدافنا. أنت لم تجعل غاية، تقول خلاص أقرأ فقط، فأي شيء يعني خفيف هكذا جاء يقطعك عن الهدف، لأنك لم ترسم يعني معالم محددة حتى تصل إلى الأهداف. فالعزيمة ثم الهدف، يكون واضح، والهدف في داخل الهدف تحدد، تقول أنني من الساعة الفلانية كذا، هذا ترسمه أنت لنفسك. لا تأتي إلى الشيخ مثلا، وهذا يفعله كثير من الليل، يأتي إلى الشيخ فيقول اجعل لي يعني برنامج حتى أحفظ فيه. أنا أخالف هذا الشيء، أرى أن البرنامج أنت الذي تضعه. أنا لا أعرف أشغالك، لا أعرف أشغالك، ولا أعرف يعني ذاكرتك كيف كم تحفظ، فلا أقول لك 30 دقيقة يقرأ فيها كذا، 10 دقائق يقرأ فيها كذا.
تجعل هدف محدد، أقول لك الأوقات المفضلة تحفظ فيها، ثم أنت حدد من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني ساعة ساعتين على حسب، الناس متفاوتون في الذكاء، فحدد هذا الشيء على حسب. أما أن آتي وبرمجك أنا أقول لك ساعة الفلانية كذا، وأنت ساعة الفلانية يمكن عندك فيها، يمكن الساعة لا تكفيك أصلا لحفظ بعض الآيات لأن فهمك يعني ثقيل، هكذا خلقك الله سبحانه، فكيف يجعل لك برنامج واحد للناس كلهم؟ أقول لك لا، هذه الأوقات مثلا وقت صلاة الصبح وقت مفضل، وقبل الصبح كذلك وقت مبارك، وبعد المغرب العشاء، وكذلك قبيل صل يعني بعد الليل قبل النوم هذا وقت مفضل، فأنت تبرمج على حسب هذه الأوقات المفضلة وعلى حسب فراغك على حسب ذكائك أنني أحفظ كذا مقدار كذا في الساعة الفلانية، هذا الذي أجعله تحدده على غاية، تقول بهذا البرنامج أحفظ في 3 سنوات، بهذا البرنامج أحفظ في 4 سنوات، بهذا البرنامج أحفظ في 5 سنوات، وسر عليه ولا تتخلف عنه، بل إن مشايخنا أحيانا يقولون يعني لازم أن لا تلزم نفسك بشيء، تقول إن تخلفت عن هذا البرنامج سأصوم 3 أيام مثلا، أو أقول هم الناس 3 أيام ممكن ثقيلة لكن أثقل منها لو كانت تخرج جرائم، تقول إن شاء الله أنا لو لم أحفظ خرج 200,000 ولا أصدقها لواحد، أخي أنت فتكون صعبة عليك، فتلزم نفسك بهذا، واضح؟ طيب، فإذا عندنا قلنا العزيمة، كذلك ثانيا هدف، تجعل يعني هدفا واضحا فلا تتخلف عنه. طيب، كذلك من الأشياء التي تعين على حفظ القرآن، لسان لا يحفظ وحده، يعني يقول أحفظ وحدي، أخذ القرآن وأحفظ ولا أذهب إلى شيخ، هذه من الخطأ، ما وجدنا في التاريخ كله أن واحدا يحفظ بدون شيخ، كانوا يحفظون بشيوخ، يذهب إلى شيخ ويقرأ عليه ويستظهر وكذا، لابد أن يذهب إلى شيخ ويقرئه القرآن، الشيخ الذي تذهب إليه لابد أن تختاره، ليس أي شيخ، فالناس كانوا، وهذا ابن مجاهد وغيره، ابن الجزري وغيرهم من القراء، لما يتكلمون على تلقي القرآن يقولون الناس مراتب في تلقي القرآن، هناك شيخ حافظ للقرآن، ضابط للقرآن، عامل بالقرآن، يعني ملم ببعض العلوم الأخرى غير علوم القرآن، وهناك من هو أدنى منه حافظ للقرآن، متقن نظريا وتطبيقيا، وهكذا، فهم درجات، أنت حاول بقدر استطاعتك أن تبحث على شيخ ضابط متقن نظريا وتطبيقيا، نظريا يعرف كتب التجويد، وسنأتي إن شاء الله ونتكلم عليها بعد قليل، يعرف بكتب التجويد يشرحها، يشرح التحفة الجزرية هذه يحفظ، يشرحها ويحفظها، وتطبيقيا كذلك لو أنك أخطأت يستطيع أن يصيبك، يقول لك اقرأ كذا وأنت تقلده، ما هي الكارثة حاليا عندنا كثير من الشباب، أحيانا تجد يهتم بالصوت ولا يهتم بالأداء، هذه مشكلتنا، هو يهتم بالصوت، أول ما يبدأ لم يحفظ القرآن، هدفه نحن قلنا قبل قليل ينبغي أن يكون له هدف في الحفظ، لا، يجعله هدف في كيف يطور صوته، هذا ضياع للوقت، والله ضياع للوقت، ويذهب أكثر من ذلك، لم يحفظ القرآن فيذهب ويقول لك سأتعلم المقامات، أخي احفظ القرآن أولا ثم تعلم المقامات، المقامات تعلمتها أو لم تتعلمها إذا لم يكن هناك مع المقام أداء حسن، كيف تنطق الحرف لا شأن لك عند أهل الاختصاص، أهل الاختصاص المتقنين لا يرون هذه المقامات وكذا، إذا كان متقن للمقام ومخلا بالأداء لا يستطيع أن ينطق القاف ولا الطاء ولا الضاد ولا كذا نطقا صحيحا،
ويقول سأهتم بالأصوات، هم لا ينظرون. لذلك عندهم مقولة يقولون: إذا جلست عند أهل الاختصاص أو أهل الإتقان ينظرون كيف تقول قبل أن ينظروا ماذا تقول. هذا في الكلام عموما، وكذلك في القراءة تستطيع أن تطبقها. أنا أرى كيف تطبق، كيف تنطق هذا الحرف، لا أرى تأتي بمقام السيكة ولا النهاوانت ولا هذا، لا يهمني هذا. وهذه مشكلتنا اليوم، كثير من الشباب يهتم بالمقامات ويترك هذه الأمور. طيب، فقلنا الإنسان لابد أن يجعل له هدف يسير عليه، ثم بعد ذلك لابد أن يجد شيخا يأخذ عنه العلم، يحفظه. الشيخ، لماذا الشيخ؟ القرآن له مزية خاصة ليس كغيره. أنت ربما تأتي إلى كتاب من الكتب فتقرأ وتفهم يعني 75% 80% 90% تحفظ وتفهم عادي، لكن القرآن ليس كذلك. وإن كان الناس يقولون هذا أيضا لا ينبغي، حتى العلوم الأخرى ينبغي أن تأخذها عن شيوخ، لكن لو قارنا يمكن أن تقرأ ماذا والسماء بنيناها بأيات ماذا قبل. لكن لو كنت مع شيخ يقول لك لا هي مرسومة بأيات لكنها تقرأ بأيات، تأتي وترى يعني شيخ قالوا لا نجئت بالحق، كيف تقرأها أنت عند قالوا والآن بعدها قالوا والآن، وهي لا تقرأ قالوا الآن، تقرأ قالوا الآن. هذا مما رأيت بعض المتقنين، لا أقول متقنين يعني لهم أصوات جميلة ويقولون هم حفاظ وكذا، ويدخل المحراب ويخطئ فيها، سمعت أكثر من مرة يأتي يقول قالوا لا نجئت بالحق، هذا خطأ، تدرك أنه ما تلقى عن الشيخ. فإذا لابد أن يتلقى الإنسان، يأخذ يرى شيخا. طيب تقول لي أنا لا أجد شيخا حاليا، ما عندي في منطقتي لا يوجد شيخ، ماذا أفعل؟ أقول لك استمع إلى واحد نموذج من القرآن المتقنين قبل أن تحفظ. هذا إذا لم تجد شيخ، الحصري مثلا تستمع إليه قبل أن تحفظ ثم بعد ذلك تحفظ، أو أنك حاليا تستطيع أن تجد زميلا لك يعني حافظ القرآن ولا كذا، تقول له في الأسبوع مرتين ثلاثة اتصل بك لتصحح لي القرآن. لكن إياك أن تحفظ وحدك بدون شيخ. تلقى، فلا بد من التلقي. ولذلك بدأت من النموذج الأول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حاله. طيب لا بد لك من شيخ. أنت بعد أن وجدت الشيخ وحفظت عليه القرآن، لكن أنبه هنا، إذا بدأت مع شيخ حاول أن تصبر مع ذلك الشيخ ولا تتنقل مع الشيخ، حاول أن تبقى معه، لا تحفظ مع هذا حزب ومع الثاني حزبين ومع الثالث كذا. أولا تفطر الهمة، ثم هم متفاوتون في الإتقان. هو واحد تجد أن تكون مع واحد متقن أو أتقن، تأتي لواحد أدنى منه، فحاول أن تبقى مع شيخ واحد حتى تكمل معه. إن لم تجد لحالة ضرورية انتقلت من المكان كذا لظرف، لا بأس بذلك أن تجد أكثر من شيخ وتحفظ عليه. بعد أن وجدت الشيخ وحفظت عليه القرآن، هنا بدأت، جئنا في العنوان اللي هو رحلة حافظ القرآن من التثبيت إلى التجويد، كيف تثبت القرآن. نحن قلنا حافظ القرآن أي أنت حفظته، أولا لابد أن تكون لك عزيمة، ثانيا هدف واحد معين، يعني عندك هدف أحفظه في خلال كذا، وتبرمج نفسك. ما قلت لك برمجها كذا، أنا أعطيتك الوقت صباحا وقت مبارك قبل صلاة الصبح بعد العشاء أو قبل النوم، هذا وقت مبارك وأنت برمج نفسك. بعد أن حفظت القرآن، يعني ثالثا قلنا وجدت شيخ وحفظ عليه القرآن، كيف تثبت القرآن؟ تثبيت القرآن يا كرام لا تكلم من كتاب، تكلم من تجربة وطريقة يعني مرت بها.
تثبيت القرآن والتقوية والتفاوت في التثبيت مبني على طريقة الحفظ. كيف؟ يعني أنت لما نقول لك راجع أو ثبت القرآن ونقول لك راجع 10 مرات أو 20 مرة أو 30 أو كذا مرة مبني على حفظك للقرآن. أنت لما حفظت القرآن راجعت كم مرة؟ هل كان حفظا مخلخلا ولا حفظا قويا؟ فإن كان حفظا قويا كيف يعني كيف أعرف حفظا قويا ولا كذا؟ أقول لك كرر الثمن الواحد أكثر من 50 مرة. لا تقول لي 5 مرات ولا 3 مرات، هذا ليس حفظنا يا جماعة. لا تخدع نفسك، إياك أن تخدع نفسك فتقول 5 مرات، قل لك لا أنا والله ما شاء الله عندي ذكاء، والله 5 مرات ولا أراه هكذا. أنت لست الشافعي ولا شيء. ذاك اللي قال لك إذا لم يضع يده على الورقة، يعني يضع يده على الورقة خشية أن يحفظها بعد ثانية. لا، نقول نعم فضل الله واسع يمكن أن تحفظ كذا، لكن أن تقول يعني 5 مرات قل لك حفظته. عندنا الحافظة، الذاكرة الحافظة والذاكرة المدركة. المدركة تدرك بعض الأمور بعد ساعات تنساها، لم تأتي للحافظة. فأنت تأتي وتقول لي 5 مرات فقط أراجع الثمن وخلاص حفظته. لا، أنت تخيلته فقط، تعرف في الثمن هذا يؤمنون خاشعون كذا وخلاص. لكن حفظ لو كان بعد 24 ساعة ولا بعد 2 أو 3 أيام قلت لك تعالوا، لا تستطيع أن تصدر، هذا ليس حفظا. فالحفظ المتين لابد أن يكون من البداية أكثر من 50 مرة، وكنا نحفظ 100 مرة، بل أعرف من حفظ ثمن سورة ثمن يوصيكم الله في أولادكم 1000 مرة، والله رأيته بعيني 1000 مرة كرره، لأنه ثقيل في الحفظ، كرره 1000 مرة. لا تقول لا تبالغ، رأيت هذا 1000 مرة يوصيكم الله في أولادكم. الحال المتوسطة يحفظون 100 مرة، لا أعرف واحدا يحفظ أقل من 100 مرة، إلا أنا أحيانا كسول فأحفظ 70 50، هذا أكثر واحد فيهم عندنا في المنطقة. فكانوا يحفظون يعني 100 مرة، ذلك حفظهم قوي جدا. أنت بعدين لما تأتي للمراجعة لتثبت وكان حفظك في البداية 50 مرة، لا تحتاج إلى جهد كبير. فتجعل مثلا تنظم تقول في الأسبوعين أختم مرة، ولا في الشهر أختم مرة. إذا كنت مشغولا بالدراسة، مشغول بدراسة الطب ولا كذا، تقول في الشهر أختم مرة. لكن الشهر يمكن كثير، مدى إذا كنت يعني مبتدئا حفظت يعني قبل أشهر كثر من الليل، اجعل مثلا في الأسبوعين بحيث يعني معدل يوميا تحفظ 5 6 أحزاب، لا بأس، وتترك يوم الجمعة مثلا فراغ راحة ولا كذا. المهم في يوميا تجعل لك ورد أحفظه، أقرأه 6 أحزاب يوميا مثلا ولا 5 أحزاب، أنت مشغول 5 أحزاب. ولا يشترط 5 أحزاب أنك تجلس في جلسة واحدة تقرأها. يقول أنا ما عندي وقت. لماذا؟ يعني ما عندك وقت ساعتين أو ساعة هذه اللي تقرأ فيها 5، إذا قسمها عندك 10 ربع ساعة صباحا بعد الظهر، أنت في الحافلة، أنت كذا، تقرأ 5. مستحيل أنك لا تستطيع أن تقول لي ما عندي ساعة فراغ صباح. لا، كلنا طلب ونعرف الحالة. ولربما ضيع في الفيسبوك 2 أو 3 ساعات، لكنه لا يجد وقتا للمراجعة. لا تخدع نفسك، لا تخدع. طيب، فقلنا لابد أن تجعل يعني في الأسبوعين ولا وتراجع وتثبت فيها القرآن. ولذا قلت للإخوة تكلموا عن تجربة. أنا أذكر لكم كنت حافظ القرآن من يعني حفظت من البقرة إلى سورة
سورة غافر. ما بقي لي إلا يعني 13 حزب وأحفظ القرآن، لكني لا أحفظ منه حزبا واحدا متقنا. أقرأ لك يعني 3 آيات أتوقف، الثالثة لا أعرفه. أقرأ لك سمن واحد يمكن، اللي بعد لا أستطيع. فقال لي الوالد حفظه الله، كنا نكتب باللوح، قال لي شوف لا تكتب ولا آية واحدة بعد اليوم. وكان لي واحد قريب قال هذا تسمعه يوميا 6 أحزاب يوميا، سمعه 6 أحزاب يوميا، ولو لم أسمعه يضربني. فقلت طيب صباحا أبدأ، نحن كنا نبدأ حفظ القرآن أو قبل صلاة الصبح 3 ليلا كنا نبدأ، يعني قبل الصبح بساعة ونصف هكذا، فنحفظ بعد الصبح كذلك نبدأ إلى الساعة 7 مثلا الشروق، نتوقف ثم يذهبون جماعة، نأتي بعد الساعة 8 وشوية حتى 10 صباحا، بعد الظهر نبدأ إلى صلاة العصر، بعد المغرب نبدأ إلى صلاة الليل 10 ليلا، ثم ننام ونقوم 3 ليلا. هذه حالنا كل يوم إلا يوم الجمعة والخميس في طيلة الأسبوع. فقال لي توقف اللوح لا تكتب، وتقرأ يوميا 6 أحزاب، ولو أخطأت في يعني 10 خطأ في 6 أحزاب تعيده يوم غد مرة أخرى. واحد من أقاربي حافظ متقن، فقال له ها لابد حتى من البقرة حتى يصل إلى سورة غافر، وإلا فلا. حرمت من الكرة، حرمت من أي شيء، تلفاز كذا لا. ولكن الذي يساعد هنا أنبه أقول إن التثبيت في البداية على حسب رأيي وتجربتي لا يكون حفظا، يعني يقول لك أكثر من الختمات من الورد. ماذا تفعل؟ يقول لك اقرأ برأسك هكذا بدون مصحف، هذا خطأ على حسب رأيي، هذا خطأ. يقول لك هذا الذي يعني يثبت حفظ القرآن، أراه أن هذا لا يثبت حفظ القرآن. الذي المساعد الشيء الأساس الذي يساعد حافظ القرآن ليكون حفظه قويا، ينظر ثم بعد ذلك يقرأ ما نظره في المصحف عن ظهر القرآن. يعني أنت تريد أن تقرأ 6 أحزاب، اقرأ 6 أحزاب صباحا إذا كان عندك الوقت، اقرأ 6 أحزاب صباحا أو 3 أحزاب، هذه 3 اقرأها ليلا أو ظهرا عصرا غيبا. أما أن تقول لي من البداية أقرأ غيبا لا أنظر إلى القرآن، لو أخطأت أنظر إلى القرآن، لا هذا لا يساعده. فأنت حاول أن تخصص يعني 4 أحزاب 3 5 لتنظر. لماذا؟ لأن النظر في المصحف يساعد في ترسيخ الليل محفوظ. كنا من كثرة ما أننا كنا نقرأ في الأسبوع أحيانا نختم 3 ختمات، هذا من سنة 2009 إلى 2013-14 هكذا، فكنا نختم في الأسبوع 3 ختمات، في اليوم نقرأ 20 حزمة بل أحيانا أكثر. أحيانا يعني من كثرة ما تعودنا عليه كنا نقرأ الكرة ونلعب ونقرأ القرآن، نلعب الكرة ونقرأ القرآن. القرآن الحاج له حلاوة، لو تمكنت حلاوته من قلبك لا تستطيع أن تفارقه، ومن جرب عرف. فالذي لا يداوم على قراءة القرآن وليل نهار معه وكذا، الله يعني يحزن. يشوف هذاك الذي يعني يحزن على فراق حبيبي ومحبوبي، لو لم يقرأ في اليوم يعني حزبا حزبين 3 يشعر بشيء ناقص في حياته. الراحة لا تجدها إلا بحفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق الأحاديث اللي شوف وحشة القبر، قال يؤنسه القرآن
القبر له وحشة، شوف القبر تدخل فيها وجعل عليك التراب الظلمة، وأنت في السخاء في الصيف أنت برا وماشي تشتكي تقول لك السخانة أقول لك كذا، مع ذلك في القبر ضيق ويضع عليك تراب وأنت تحت كذا، لا يؤنسك شيء سوى القرآن، القرآن هو الذي يؤنسك، بل صاحب القرآن لا يجد وحشة أبدا. يقول لك والله ما عندي والله الوقت، أذهب إلى فلان أتكلم معه نقصر معه حتى نضيع الوقت شوية، أنت صاحب القرآن ما عندك، عندك شيء تشغل به ذلك الفراغ. ونعرف من الناس من ختم 1000 ختمة، من الناس والله من قرأ إيه؟ طيب نواصل إن شاء الله بعد الأذان. طيب قلنا بالنسبة للتثبيت يعني الإنسان لابد يجعل له وردا ثابتا، والورد يقل أو يكثر على حسب كيفية حفظه أولا، كيف حفظ القرآن الحفظ المتقن كذا، لكن المراجعة أهم من الحفظ، أنت لما تحفظ لابد أن تكرر كثيرا، والتكرار لابد أن يكون من المصحف ومن وغيبا كذلك، يعني يجمع بينهما. أنت أما أن تقول حفظك لم يكن متقنا ما زال في البداية وتقول لي أترك المصحف وأقرأ، أنا أراها هذه يعني طريقة خاطئة، طريقة خاطئة. طيب فإذا قلنا لابد من ورد خاص، ثم الورد هذا يكون بمصحف ويكون كذلك بعد أن يتقن أو أن يجمع بينهما في المرحلة، لا بأس بذلك، يحفظ
أحزاب، هذه الأحزاب يكررها بعد ذلك إذا كان يقوم الليل من الليل ليلا أو يوم غد، المهم يكرر كثيرا حتى يثبت محفوظه. بعض الناس من كثرة المراجعة في القرآن أو حفظا أو كذا غيبا، أنت تشتهي أن تريد أن تسمعه يخطئ فقط، لكن بعض الناس تريد تشتهي أن تسمع حدو خطئه، وهذا الفرق بينهما قلة المراجعة. أو وذلك بعضهم يقول لك أنا أستعين بالمتشابهات لضبط، يا أخي هذه أيضا أراها خاطئة، أنت لست متقنا، لم تثبت محفوظك وتقول لي أستعين بالمتشابهات. نعم المستشابهات جميلة لا بأس أنها تساعدك، لكن بعد تثبيت المحفوظ، بعد تثبيت المحفوظ حتى لا تشوش، لا بأس أن تستأنس بالمتشابهات. فأنا أراها استئناس المتشابهات، ومثلت لها مرة بقول ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن المنطق، قال لا ينتفع به البليد لا ينتفع به ولا يحتاج إليه الذكي، كذلك هنا المتشابهات لا يحتاج إليها ذلك الحافظ الضابط المتقن، يعرف هنا إن في ذلك لا يعلمون، هنا لا يشكرون، وإن الله لذو فضل، وإن كذا، فلا أحتاج إليها، لكن يستأنس بها لا بأس بذلك. أما أن تقول لي حفظك ليس متينا ليس متقنا، أقول لك أحفظ شيئا في المتشابهات، هذه أراها خطأ، أتقن حفظك ثم استأنس في المتشابهات. نعم ننتقل مباشرة في دقيقتين أو ثلاثة، أجمل لكم القسم الثاني اللي هو التجويد. قلنا من التثبيت إلى التجويد. التجويد إذا كان الإنسان حفظ القرآن وثبت محفوظه أثناء الحفظ أو أثناء التثبيت، ويقرأ يعني يمر بشيء كثير من التجويد، وذلك أننا قلنا إن التجويد نظري وتطبيقي. التطبيقي يتلقاه أثناء قراءته على الشيخ، وهنا أيضا شيء أنبه، يعني من خلال تجربتي أرى أن الحفظ في البداية مع التجويد أحسن من حفظ القرآن أولا بلا تجويد ثم بعد ذلك يتفرغ للتجويد، أقصد التجويد التطبيقي، وهذا الذي كنا نفعله لما نقرأ. أنت تقرأ القرآن وتأتي بالمدود وبالغنن وبكذا وبالإخفاء وبالإدغام، ولا تعرف أن هذا حكم الإدغام، يعني تعرفه تطبيقيا لكن نظريا لا تعرفه، فحتى يسهل عليك الأمر لو أردت أن تحفظ القرآن احفظهم بهذا. نعم ثم تأتي إلى التجويد النظري، فتقرأ يعني تحفة الأطفال وهذا الذي يبدأ به، ثم الجزرية، ثم بعد ذلك بعد أن تضبط الجزرية وتتوسع في مخارج الحروف يعني تضبط جيدا، لا بأس أن تنتقل إلى كتب القدامى ككتاب الرعاية لمكي رحمه الله، ولا كتاب التحليل للداني رحمه الله. وأثناء قراءتك لكتاب من هذه الكتب التحفة ولا الجزرية، أنت يعني تطلع على شرح من الشروح يشرح لك الشيخ، كذلك أنت تقرأ كفتح الأخفال في كتاب متن تحفة الأطفال أو كتاب الضباع رحمه الله، فتقرأ شرحا واحدا وتتقنه، ثم بعد ذلك تتوسع في الشروح الأخرى. هذه طريقة لإتقان التجويد، لكن التجويد تطبيقيا لا بد أن تذهب إلى شيخ يقول لك اقرأ كذا ولا تقرأ كذا، لا تكتفي فقط بالنظري، وتقول ربما تعرف النظري لكن لما تطبق لا تتقن لا تعرف. فقراءته يعني التمكن من التجويد نظريا لا يعني أنك متمكن منه تطبيقيا. نعم حتى لا نطيل أرى الأسئلة. قال هل لازم أن نبدأ الحفظ من الناس ويمكن نبدأه من النصف إلى التحت أو العكس؟ هي لا بأس الوسيلة التي تساعدك، يعني يقول هل أبدأ من البقرة إلى الناس أو أبدأ من الناس يعني مع الفوق ولا من وين كذا، هي تبدأ من تحت صور قصار مفصل، ثم بعد ذلك تذهب إلى صور الطوال إلى أن تصل إلى البقرة، هذا هو الأحسن يساعدك. لكن التشويش اليوم حفظت سورة اليوم الصورة الثانية، هذا لا يساعدك كثيرا، ربما تفشل. لكن الترتيب
قصار مفصل ثم بعد ذلك تأتي إلى الطوال وكذا وتكون مرتبة أحسن من أن تقرأها يعني مبعثرة، اليوم حافظ آية والسورة الفلانية واليوم حافظ السورة الفلانية. طيب، قال كيف كنت تتعامل مع المتشابهات في الآيات؟ هذا الذي أجبت عنه، كيف كنت تتعامل مع المتشابهات؟ أنا ما عندي شيء اسمه أقرأ كتاب المتشابهات، والله ما فتحته ولا يوم. وكنا في وقت من الأوقات نقرأ القرآن من الجلد إلى الجلد بدون خطأ ولا حرف واحد، ولذلك أكفر بهذه الأمور، لا أهمل بها. متشابه وإقرأ له كتاب وتشغل نفسك أكثر من المراجعة، ثم بعد ذلك استأنس بالمتشابه، استأنس وليس هو العمدة. نعم. ثم سؤال آخر، قراءات الشاذة ولماذا سميت هكذا؟ يقول لك ما هي القراءات الشاذة ولماذا سميت هكذا؟ هنا يا جماعة القراءة الشاذة عندنا نوعان من القراءات، عندنا القراءة المتواترة وقراءة شاذة. القراءة المتواترة ضبطها علماؤنا بأمور ثلاثة، قال لك إذا كانت القراءة متواترة يعني يصح أن نقرأ بها، نتعبد الله بها، نصلي بها في الصلوات، أن تجتمع على أمور، أن تكون متصلة يعني لها سند متصل، هذا شيء. الشيء الثاني أن توافق وجها من أوجه اللغة العربية. الشيء الثالث أن توافق الرسم العثماني ولو كان احتمالا. وذلك ابن الجزري رحمه الله يقول: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، هذه الثلاث، غير ذلك يسمى قراءة شاذة، وهي قراءة الحسن البصري. والقراءة الشاذة هناك منها ما له يعني سند إلا أنه خالف رسم، وهناك ليس له سند أصلا، نجدها قراءة ابن عباس، قراءة كذا وهكذا. نعم. ولو القراءة الشاذة فيها خلاف يسير بعضهم، لكن لا يصلى بها، لا تأتي وتقول أقرأ بقراءة الحسن البصري وأصلي به، لا لا، فلا تقول يعني الحمد لله رب العالمين أو ملك يوم الدين، هذه قراءة لكنها شاذة. اهدنا صراطا مستقيما، قراءة لكنها شاذة لا يقرأ بها. نعم. اهدنا صراطا مستقيما خالفت الرسم أصلا، تقول اهدنا الصراط المستقيم فالسين أو اهدنا الصراط أو الصراط بالصاد أو الزراط، نعم لا بأس، موافقة محتملة للرسم، أما تقول اهدنا صراطا مستقيما شاذة. ما قولك في من يحفظ ويتعلم التجويد في آن واحد وأيهما أفضل، الحفظ من البقرة إلى الناس أم؟ لا بأس الحفظ من البقرة إلى الناس أو من الناس إلى البقرة، لا بأس بذلك، لكن الأحسن هذا الذي يعني مشينا وأراه أن يبدأ فيحفظ من البقرة إلى الناس، لكن لا بأس يبدأ بقصار المفصل، لأن كلما ختم أو قرأ سورة يحفظه ذلك إلى أن يأتي إلى السورة الثانية. قال: ما قولك في من يحفظ ويتعلم التجويد في آن واحد؟ تحفظ وتعلم في آن واحد لا بأس، جميل، وهذا الذي كنت أقوله قبل قليل. إن كنت تقصد بالتطبيق التجويد التطبيقي فهذا أراه واجب أن يفعل ذلك، أما التجويد النظري لا بأس أثناء الحفظ ولا بعده، لكن التجويد التطبيقي أراه واجب، لابد أن يفعله تطبيقيا يعني، فلا تقول أنا أحفظه الآن وبعد ذلك لما يحفظ القرآن أجعل له تصحيح تلاوي وأعلمه التجويد، عندك مشقتان ويتعبه لأنه تعود على عدم الحفظ بالتجويد، ثم أنت تتعب معه ضياع وقت، ما دام كذلك في البداية حفظه بالتجويد، لما أتي يسمع لك ترك الغنة قل له هنا غنة، ترك المدوب قل له هنا من. نعم. وبعضهم يرى يعني خلاف ذلك، لكن هذا اللي أراه مناسبا. هل يحاسب العبد إذا لم يعمل ما حفظه من القرآن الكريم؟ كيف يراجع العبد ما حفظه؟ يعني هل يحاسب العبد إذا لم يعمل بما حفظه من القرآن؟ نعم يحاسب، يعني إذا حفظت القرآن ولم تعمل بما فيه حاسب،
والحديث واضح جاء أول ما تسعر به من تسعر بهم النار يوم القيامة الحاج من هم؟ ذكر منهم العالم غير العامل وبعض ما أدخل فيه الحافظ القرآن لا يعمل به يحاسب، بل أول من تسعر بهم النار يشعل يشعل بهم النار. لكن هذا ليس يعني ذريعة لأن تقول لي خلاص ما دام كذلك أنا لا أحفظ القرآن، إذا كان يعني أول حفظته ولم أعمل به أدخل النار وسعر به النار لا أحفظه. لكن نحن نقول بالمقابل هناك حديث جاء أن الله يرفع أهل القرآن فيقول ارق وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر آية تقرأها، فأنت في درجة كلما قرأت آية ارتقيت درجة فيكون صاحب القرآن في أعلى درجات الجنان، تذكر هذا. نعم. قال أحسن طريقة مراجعة إذا كان الإنسان حافظ لكتاب الله كله، ذكرنا ذلك قلنا إذا كان الواحد حافظ القرآن كله يجعل له وردا يحفظ فيه يعني يختم فيه في كل أسبوعين، فيجعل يعني في كل يوم 6 أحزاب ويرتاح يوم الجمعة مثلا ولا الجمعة الخميس بعد ذلك يواصل، المهم في الأسبوعين يقرأ يحفظ القرآن 5 أحزاب 6 أحزاب يرتب على حسب وقته. قال ما الفرق بين القراءات العشر وكيفية ضبطها بالأحكام؟ القراءات العشر احنا عندنا قراءات وروايات، القراءات العشر هي مجموعة من أوجه الاختلاف نسبت إلى أعلام خدموا هذه القراءة تحديدا، معنى نحن لما نأتي نقول عندنا نافع هذا واحد من القراء، نافع اللي هو رواية ورش، رواية ورش عن نافع، وعندنا كذلك ابن كثير المكي، عندنا أبو عمرو البصري، عندنا ابن عامر الدمشقي، عندنا عاصم الكوفي، عندنا حمزة الزيات، عندنا الكسائي، عندنا أبو جعفر، عندنا يعقوب، عندنا خلف العاشر، هؤلاء هم القراء العشر. كل قارئ من القراء العشر عنده راويان، كل قارئ من القراء، فيسموها الروايات 20 لكن القراءات تسمى القراءات العشر. فعندنا القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى. فقال ما الفرق وكيفية ضبطها بالأحكام، كيف تضبط القراءات؟ ضبط القراءات العشر هذه بحفظ متونها، لابد أن تحفظ المتون التي حوت هذه القراءات، يعني الناس يحفظون الشاطبية، الشاطبية هذا نظم مكون من 1173 قال وأبياتها 1073 وكمنا، فهي 1173 هذه الشاطبية قراءة السبع، لو أردت أن تزيد عليها الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر لتكملها تجعلها 10 تزيد لها متن آخر اسمه الدرة، الدرة المضية، فالدرة هذه عنده 241 بيت، فهذه هي لابد أن تحفظها، إن لم تحفظ الشاطبية والدرة لا تستطيع أن تتقن القراءات لابد. نعم. هل هناك سؤال آخر؟ قال لك ما هو الأفضل ورش ولا حفظ؟ ليس هناك أفضل يا جماعة، ليس هناك رواية أفضل من رواية، كلها متلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة، ليس هناك رواية أفضل من رواية، لكن أقول إن الرواية التي اشتهرت في بلد بالنسبة لك أنت كطالب القرآن هي الأفضل بالنسبة لك، يعني اشتهرت في بلدك أنك تحفظ بورش ولا بحفظ هذا هو الأفضل بالنسبة لك، ابدأ به،
يعني لا يتصور أن المجتمع كله يحفظ مثلا بروايتي، ورسو أنت تأتي تقول لي أقرأ بروايتي حفص تخالف الناس. فالأفضل مثلا هنا رواية ورش هي التي اشتهرت، قال الناس برواية ورش. نعم، فلكن لا تفاضل بين هذه الروايات، كلها متلقات من رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ماذا السؤال؟ هل يعتبر تخفيف من اللحية؟ انت ما فهمت السؤال. احنا نتكلم عن القراءات، جبت لنا التخفيف من اللحية، عدم التخفيف من اللحية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.